بعد سنة كاملة من لبس الكمامات واخد الاحتياطات ورش المعقم في كل مكان او اي حاجة انا بحط ايديا عليها، اتصبت بفيروس كورونا. ليه اتصبت بفيروس كورونا او ازاي اتصبت بيه؟ طيب، واحنا مفروض جينا هنا علشان خاطر اعمل المسحة. بقالي يومين الاعراض اللي عندي تكسير في الجسم وكحة وسخونية، سخونية 38.5 ما بتنزلش. وعمر اخويا بقى عمل تحليل امبارح والنهاردة طلع ايجابي، فمع وجود الاعراض ديت كده انا جيت بقى اعمل تحليل، وربنا يستر والدنيا تطلع كويسة. بعتوا لي النتيجة دلوقتي على الواتساب وطلعت بوزيتيف الحمد لله. هشوف بقى مين انا كنت اختلطت، مين اللي اختلطت بيه الفترة اللي فاتت، وهكلمه بقى خليه ياخد حذره، وكمان لو حاسس بأي اعراض ان هو يعمل مسح او حاجة زي كده، ويقلل من اختلاطه باللي حواليه لحد ما يتأكد ان كله تمام. يعني النهارده اليوم الرابع من الاصابه بكورونا، الكحه شد عليا من امبارح ولازم اعمل اشعه مقطعيه على الصدر، ففي طريقنا بقى للمركز الاشعه. في بقى حاجتين غلط انا مضطر ليهم. اول حاجه ان انت المفروض ان انت تبقى عازل نفسك في البيت ما تخرجش، بس انا في حالتي لازم ان انا اروح واعمل الاشعه، فده حاجه انا مش حاببها خالص بس للاسف مضطر ليها يعني. والحاجة التانية هي ان انا من امبارح لحد النهاردة انا دايخ جدا، ولازم اسوق بنفسي لحد مركز الاشعة، والنهاردة عشان النهاردة يوم جمعة فمراكز الاشعة اغلبها مش شغال، فاقرب واحد ليا موجود في مدينة نصر، فعندي بقى عدم اتزان شوية كده، فربنا يستر واوصل بالسلامة وارجع على خير يعني ان شاء الله. الفكرة بقى في فيروس كورونا ان هو مش بيجي ليك انت بس، هو بيجي ليك انت والكل اللي حواليك، انت واسرتك، انت واخواتك واهل بيتك، واي حد خلطك هو اتاكد ان هو اتصاب بالفيروس زي ما انت اتصبت بيه بالظبط. اما اخويا اتصاب بالفيروس بعدها بيومين بدا كل واحد مننا في البيت يبان عليه الاعراض، يعني واحد ورا التاني ورا التالت، كل واحد يعني كل اللي في البيت جاله فيروس كورونا نظرا لاختلاطنا ببعض. ففي بقى من ضمن الحاجات اللي انت المفروض تعملها هو تحاليل، التحاليل ديت تحليل للدم، يعني تعرف اذا كنت في ادويه انت محتاجها، في ادويه معينه انت محتاجها، فبيبان بقى من خلال التحاليل ديت اذا كان البروتوكول بتاع كورونا اللي انت المفروض بتاخده طبيعي، هتاخد البروتوكول العادي ولا بتزود عليه ادويه مثلا ضد التجلط او ادويه ازيد من ادويه البروتوكول العادي. فدي تحاليل مهمه جدا. المفروض بقى ان انا مستني عمرو ينزل لي، عمرو اخويا برده المفروض ان هو بوزيتيف، المفروض ان هو نازل يروح معايا نعمل برده التحاليل ديت. عمرو جاي اهوت، عامل ايه كوفيدو؟ عامل ايه كوفيدو؟ معايا بقى الغدا بتاعي، كفتة داوود باشا، طبق رز. على قد ما الاكل ممكن يبان شكله كويس وشكله حلو وكده، بس الفكرة ان انا مش حاسس بطعم الاكل تماما. خدوا تجربة الاصابة بكورونا وفقدوا حاسة التذوق وحاسة الشم، فهم فاهمين بقى اللي انا حاسس بيه دلوقتي، هو انك ما بتحسش بطعم اي حاجة انت بتاكلها، يعني هي مجرد حاجة انت بتمضغها عشان خاطر بس ان انت تدخل لجسمك اللي هو محتاجه من بروتين او كربوهيدرات، الحاجه اللي تخليك ان انت تقدر ان انت تكمل او تخلي جسمك يعرف ان هو يقاوم. الهدف من الفيديو اللي انا بعمله هو ان انا احذركم وانقل لكم تجربتي مع كورونا في الموجه الثالثه في التوقيت دوت، لان الموضوع مش سهل زي ما كتير متخيلين، يعني كتير بيشوف ان الموضوع ممكن يكون نازل برد عاديه او ممكن يكون يعني شويه تعب وخلاص هتفوق منه. لا، هو انت بتراهن على جسمك، يعني انت يعني زي انت داخل رهان مع جسمك، بتتاكد اذا كان جسمك هيستحمل ولا لا، ومهما كانت قوتك فانت قدام المرض ده ضعيف. يعني انا كنت مثلا ابقى في اول، انا دلوقتي النهارده ده اليوم العاشر ليا مع كورونا، كنت انا مثلا في الايام الاولانيه بعد اصابتي كنت انا مثلا ابقى عايز اشرب ميه، اما اجي اشيل ازازه ميه انا بتعب، اما اجي اصب ميه عشان اشرب انا بتعب، اما مثلا لو انا نايم وقمت مثلا عشان اجيب حاجه من المطبخ، اجيب حاجه من اي حته، انا بنهج عشان اوصل للمكان دوت.
فتجربة الإصابة بكورونا هي تجربة مش سهلة خالص، وحاجة صعبة جدا وحاجة جديدة. الوظائف السهلة اللي انت بتقوم بيها بصفة يومية وحاسس انها حاجة عادية جدا، انت بتبقى بتمارسها بقمة الصعوبة. الأعراض الأساسية الوهن والضعف العام، الدوخة والتكسير في الجسم، السخونية اللي ما بتنزلش طول الوقت، يعني تلاقي نفسك 38 ونص ما بتنزلش، بتاخد بنادول تنزل ل 38 وبعد كده شوية وبعد كده ترفع تاني. الكحة، فبتبدأ بقى ان انت تاخد البروتوكول بتاع كورونا، يا هتستجيب للدواء يا اما مش هتستجيب للدواء. ما استجبتش للدواء لا قدر الله، فتخش بقى في المرحلة التانية اللي هي الأسوأ بقى، اللي هو العلاج في المستشفى. ولكن الحمد لله يعني انا ما اضطرتش ان انا ألجأ لحاجة زي كده، انا التزمت بالبروتوكول ويعني وربنا سترها معايا، ودلوقتي في طريقي لان انا ان انا بتحسن وببقى افضل. طبعا من اصعب التجارب فكرة ان انت تبقى عازل نفسك في مكان لوحدك بالكامل، وبتعالج نفسك بنفسك، وبتاكل لوحدك وعايش لوحدك. فدي في حد ذاتها تجربة قاسية جدا، ان انت تنعزل عن العالم كله. فبرضه دي كان من التجارب الصعبة بالنسبة لي. طبعا بشكر كل الناس اللي سألت عليا واللي بعتت لي رسائل خلال فترة إصابتي، واللي كان متابعة معايا بصفة دورية حالتي وبتسأل عليا، فشكر خاص ليهم. فهي رسالتي ليكم الناس يا جماعة، كتير مننا دلوقتي ما بيهتمش بالإجراءات زي الأول، ما بيقعد مع أصحابه من غير ما يلبس ماسك، ما بيرشش كحول على الحاجات الغريبة اللي هو بيمسكها أو الحاجات اللي هو بيشتريها من بره، ما بيرشش عليها كحول، بيتعامل عادي كأن ما الكورونا دي خلاص انتهت. لأ، هي كورونا لسه موجودة لحد دلوقتي وموجودة بعنف، وانا وأسرتي كلنا اتصابنا. يعني لو كورونا مش موجود ومش بالقوه بتاعته ما كنتش انا اتصبت، وما كانش اسره بالكامل، يعني احنا حوالي 10 افراد اتصابوا. فنصيحتي لكم يا جماعه، كله يهتم وكله يعني يلتزم بالاجراءات الوقائيه. ربنا يا رب يحفظكم من كل شر، وادعوا لي كده ان انا اتعافى قريب ان شاء الله. يعني انا خلصت 10 ايام وقربت ان انا يعني ان شاء الله اكمل ايام العزل كده على خير باذن الله. فدعواتكم ليا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده باذن الله بعد ربنا ما يكرمني واتعافى وارجع زي الاول. وبس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام. كانت بانت عليا تماما، أه.